السلام عليكم اخواني متابعي قناة حكيم ابس، اتمنى تكون بألف خير صحة وسلام. شرح لهذا الفيديو كيفية الحصول على رسالة تنبيه تسجيل الدخول الفيسبوك على الجيميل. يعني اخواني اذا ما تقوم بتسجيل الدخول لحساب الفيسبوك راح تأتيك رسالة تنبيه على الجيميل، وايضا لحماية حسابك من يعني دخول غير معروف. بهذه الطريقة راح نقوم بملاحظة كل هذه الامور في شرح الفيديو. لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعل جرس الاشعار لكل جديد. نبدأ في الشرح على بركة الله. مرحبا بكم اخواني واخواتي من جديد. نبدا في الشرح على بركه الله. راح نقوم بالدخول الى حساب الفيسبوك، ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على ثلاث اشرطه، ثم بعد ذلك نقوم بالنزول اسفل، ثم نضغط على الاعدادات والخصوصيه، ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على الاعدادات، ثم بعد ذلك راح نقوم بالنزول الى الاسفل قليلا، ثم راح نقوم بالضغط على الامان وتسجيل الدخول، ثم بعد ذلك راح نقوم بملاحظه نوع الهاتف المرتبط بالحساب الفيسبوك. راح نقوم بالنزول الى الاسفل قليلا، ثم راح نضغط على اعدادات اجراءات امان اضافيه. كما تلاحظون تلقي تنبيهات بشان تسجيل الدخول غير معروفه. كما ذكرت لكم في مقدمة الفيديو، إذا تلقيت تنبيها من موقع أو متصفح غير معروف يمكنك إعادة تعيين كلمة السر وتأمين حسابك، وهذا ما نريده، وهي تأمين حساب الفيسبوك بطريقة ذكية إخواني. هنا عندنا الميسنجر أيضا، وعندنا البريد الإلكتروني الذي يهمنا. راح نقوم بتفعيل يعني الميسنجر، تقوم بالدخول إلى حساب الميسنجر، ثم تقوم بالتعليم هنا كما تلاحظون بالإشارة الزرقاء، ثم تضغط على حفظ، ثم بعد ذلك نقوم بالدخول الى البريد الالكتروني، ثم تلاحظ حساب البريد يعني الجيميل الخاص بك، ثم تقوم بالتعليم بالعلامة الزرقاء، ثم تقوم بالضغط على حفظ. اذا دخلت راح تظهر لكم يعني الجيميل الخاص بي وهو سري اخواني. بهذه الطريقة راح نقوم بتأمين حسابنا الفيسبوك بطريقة جد سهلة وبسيطة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعل جرس الاشعار لكل جديد. شكرا مشاهدة الفيديو، سلام.